يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة النهاردة غاية في الأهمية، فيها كواليس كتير وحقائق ومعلومات هامة جدا، مهم جدا إن جمهور النادي الأهلي يطلع عليها ويعرفها بتفاصيل، وده دورنا دائما وأبدا زي ما حضراتكم متعودين من خلال برنامجنا. كمان عايزين نبارك لكل جمهور الأهلي بعد الفوز بالأمس على فريق أسوان بنتيجة 3-0، فوز معنوي هام جدا في إطار مشوار الفريق في بطولة الدوري العام، وقبل مباراة غاية في الأهمية أمام نادي الزمالك يوم السبت القادم في برضو بطولة الدوري، وهتبقى مباراة قوية بكل تأكيد، وعندنا تفاصيل وكواليس كتير جدا هنتكلم فيها فيما قبل هذه المباراة تحديدا.